تحيه طيبه لجميع الدراجين يعني داخل وخارج الوطن المغربي وجميع الدول العربيه. مرحبا بكم في مدينه مراكش. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ بخير، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا كتمتعوا بصحه جيده. تحيه لكم من قمه ديال جبل مولاي ابراهيم اللي كاين في مراكش. كما كتشوفوا تبارك الله، يعني من مراكش لهنايا يعني 906 ديال الدينيفلي بوزيتيف. الارتفاع ما غاديش يكون بزاف، دونك كنشوف لكم الارتفاع شحال فيه. تقريبا واو صافي، يعني مدة هادي ما درتش باقي انا نطلع، يعني لالتيتود 1327. غنوريكم لالتيتود كما كتشوفوا 1327. اللهم بارك. مدة هادي ما طلعت الجبل كاين، المهم بديت طرد شويه الحمد لله، لا فورم يعني بشوي بشوي، يعني ملي طلعت بواحد لا موين مزيانه وبعد الارياحيه، دونك يعني بقيت في لا زون ديال يعني الكونفور، ماشي ما طلعتش بزاف لا زون اللي هي انايروبيك، بقيت في لا زون ايروبيك. فوالا، دونك الناس اللي كتبغي تطلع الجبل نعطيكم واحد جوج ولا ثلاثه ديال الحويجات يقدروا يعاونوكم بزاف. الناس اللي كيبغيو يطلعوا الجبل وكيبغيو زعما يكون الاداء نتاعهم مزيان، كاين شي حوايج كيغفلوا عليهم بزاف، بالاخص الناس المبتدئين وحتى الممارسين اللي عندهم اخطاء. ما كنهضرش على الناس البروفيسيونيل، الناس اللي كيزاولوا الرياضه بالدرجه يعني منذ سنوات طويله جدا، دونك يعني هادو معلومات ببساط. اول حاجه هو نفخ الروايد ديالك مزيان، حاول تفشهم الا كانوا ديجا منفوخين، حاول تفشهم باش يتخوى منهم داك الهواء القديم، وعاود عمر فيهم هواء جديد. هذاك الهواء الجديد راه تيعاونهم باش يدورو مزيان. الا رديتي البال الا شدينا شي قرعه مثلا، شي قرعه قديمه، شوفي الا شديتي شي قرعه قديمه وسديتيها وخليتيها واحد المده، يعني كتجي كتلقاها من الداخل فيها واحد يعني بحال البخار، بحال نقيطات ديال الماء والهواء تيكون ما عطاوش. ولكن الا كانت ديك القرعه عامره بالهواء نقي، دونك كيكون يعني كيكون الهواء صافي لداخل والقرعه كتكون صافيه. يعني نقدروا نقولوا يعني نقدروا نقولوا لا ميم شوز على سميتو على لي شومبغ اغير. هادي حاجه الاولى. والحاجه الثانيه اللي هي سهله جدا هو فاش كتكون يعني طالع الجبل يعني الروايد، فاش كتكون يعني كتبيدالي وبالاخص فاش كتنوض اون دونسوز، يعني كدير ديك هكا وهكا، اش كدير ويضا يعني كتبدا كتقيس لك يعني كتبدا كتقيس لك الجنطه، سكيفي كتبدا بحال كتفرانيك واحد شويه. دونك اش خصك دير؟ يعني كتجي لهذا الريكلاج نورمالمون كاين في الشيمانو وتلقاه واقيلا حتى في الحوايج اخرين، دونك هذا شتيه يعني كتحلو باش كيتوسع. دونك فهادو اللي الرويضه ما كتبقاش كتقيس لي باتان، وتعاود فاش كتسالي لاسونسيون ديالك فاش كتبغي تنزل كتعاود تريكلو، ما تنساش الله يجزيك بخير، لانه تيولي الفرين ما كيقبطلكش مزيان. ضروري الا بديتي تنزل تعاود تردو، وقف اخويا ياك، وعاود ردو ريكلو كيما كان وعاود ركب مع راسك في الطريق. واحد النصيحه اللي هي مهمه بزاف بالنسبه للناس اللي كتبغي تطلع الجبل وكتبغي تريني فيه مزيان، باش غبي تعرف راسك ترينتي مزيان فيه، يعني خصك تلعب على واحد المعطيات جداد، واحد المعطيات اللي هما مهمين، اللي هو الدينيفلي بوزيتيف. الدينيفلي بوزيتيف كما كتشوفوا في الصوره، يعني قطعت انا واحد المسافه تاع 100 كيلومتر، وكان الدينيفلي بوزيتيف فيه 1048. كما كتشوف ديك 1048 كان عندي لوبجيكتيف ديالي هو نوصل 1000 ديال الدينيفلي بوزيتيف، دونك يعني انا ترينيت مزيان. بالنسبه لي انايا كنت حاط داك الهدف نتاع 1000 متر ديال الدينيفلي راه وصلتو. دونك شنو هو داك الدينيفلي؟ هو يعني كتحسب لك يعني الامطار اللي طلعتي
يعني على طول ديك المسافة، يعني طول المسافة شحال، يعني باش ما كانت يعني لا بونس طالعة، يعني الصعود تيكون كتير باش ما كتكون يعني الحصة يعني جيدة، وبذلك كتكون يعني الحصة ممتعة في الجبل، وتيكون عندها هدف، ومن دي الساعات كتولي كتحاول انك تسير المجهود ديالك، وباش توصل لهذا الهدف ديالك، ان فوا كتوصل ليه كترجع في حالتك مع راسك، وعارف بان الحصة تاعك كانت مزيانة. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش يعني دي كونتور جي بي اس، يعني تقدر تانستالي لابليكاسيون سترافا، ولا كاين دي زابليكاسيون بحالها، وكتانستاليها في التليفون تاعك، وكديكلونشي يعني الخرجه ديالك في لابليكاسيون، وهي كتبقى كتقوم يعني بداك الدور انه كتحسب لك الدينيفلي بوزيتيف ديالك. تكون في هذا الفيديو قديم، يعني خصك ضروري ما تاكل وما تشرب، ضروري خصك تاكل وتشرب يعني قبل ما تطلع، لانه مهم جدا، وكتهز معاك الماء ديالك، وديما التليفون ديالك يكون عامر، الله يجزيك بخير، ديما التليفون يكون عامر، و يعني مشور فيه لا غوشارج، اما انترنت واما لي زابيل ضروري. هادشي ما كان Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. التدريب ديالنا والحصص ديالنا العادية بعد شهر رمضان الكريم، يعني اليوم كان عندي واحد لوبجيكتيف اللي هو خصني نفوت 1000 متر ديال الدينيفلي بوزيتيف، وباش يعني نحصل على هذا المراد ديالي يعني ضروري خصني نجي لأسني ونتسلق الجبل اللي كاينين في الطبيعة الخلابة اللي كاينة هنا. وكما القاعدة يعني من بعد واحد لاسونسيون، يعني واحد التسلق اللي كيدوم واحد 3 ل 4 سوايع، يعني كيجيك واحد الجوع يعني خطير، يعني تيخصك يعني ضروري انه تاكل من بعد هاد الخرجه هادي، واش حاجه فيها البروتين اللي غادي يعني تعاون لي ميسكل ديالي وتعاون لي في لا ريكوبيراسيون. يعني تكلم يعني تناولت واحد الحلوى، هادي اول حاجه على حساب باش يتقاد لوطو دو غليسيمي في الدم. من بعد يعني كاين واحد البنانة على حساب البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي كاين في السكريات والكربوهيدرات اللي كاين في البنان،
ومن بعد دابا خديت واحد الكفته يعني البروتين كفته غادي ناكلها مع البصله كما كتعرفنا فيها حتى البصله والطماطم و نستمتع ان شاء الله بعد خرج ان شاء الله بحول الله وباقي لنا الردور يعني الرجوع باقي فيه تقريبا 50 كيلومتر يعني كما قلت لكم يعني ثلاث الحوايج يعني يقدر يعاونكم بزاف اللي هو كلوا شرب قبل ما تحرك كل مزيان وبغيت طلع شرب الماء مزيان وحل لي باتون حل لي باتون ولعب على واحد لوبجيكتيف اللي هو 1000 ديال الديني بلي بوزيتيف يعني تسلق 1000 متر حاول تسلق 1000 متر باش تحصل على هذا المرض هذا ضروري لك من كونتور جي بي اس يلا منكم مني اجمل تحيه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Oh,